احنا عندنا 1622 مركز عايز يشارك. الموضوع كبير قوي. اتحاد الكوره كان موجود معانا النهارده لانه حاسين ان احنا محتاجين كل الدعم معانا من الدعم الفني، لان تقريبا هنلعب في كل مركز وكل قريه تقريبا هيبقى فيها مباريات باذن الله. السنه كان في طلب من المهندس خالد عبد العزيز باستضافه استاد اسوان نهائي كاس مصر وحضوره هيتنزل من الجماهير. تمام، حصل فعلا وبعتنا جواب ووافقولنا فعلا على واحنا في انتظار ان شاء الله مباراه النهائيه في كاس مصر ستقام على استاد اسوان يوم 19 يوليو ان شاء الله. اخيرا بقى ازمه اتحاد اليد واتحاد الطايره واتحاد الجمباز وحلوها. احنا شرحنا الموضوع، يعني احنا من وجهه نظرنا ده الحل الانسب لان الاتحادات مش قادره تتعامل مع بعض، يعني المجالس الاداره مش قادره تتوافق مع بعض، في نزاعات بينهم استمرت على اساسها فترات طويله جدا، ما فيش اجتماعات لمجالس اداره، القرارات كلها متعطله، النشاط تقريبا مش ماشي بالشكل المناسب. فاحنا مشينا طبقا للاتفاق مع اللجنه الاولمبيه الدوليه انه لما في الفتره البينيه لحين صدور القانون لما يكون في اي مشكله تخص الرياضه والاتحادات بتجتمع لجنه ثلاثيه من الدكتور حسن مصطفى مبعوث الحركه الاولمبيه والمستشار خالد زين رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه ووزير الشباب والرياضه، وبيقعدوا الثلاثه وياخدوا قرار. فاحنا قعدنا احنا الثلاثه وخدنا القرارين دول بالاجماع. كلام لو تدخل حكومي، ده مش تدخل حكومي، ده طريقه اللجنه الاولمبيه الدوليه هي اللي حاطه اسلوب التعامل في الفتره دي، فاحنا مشينا طبقا لاسلوب التعامل اللي حاطه لجنه الاولمبيه. الموسم الكروي والدوري عام ينتهي بكره، تقول ايه بقى خاصه بعد ما اقول لهم مبروك؟ والله اقول لهم مبروك جدا لاتحاد الكوره بذل مجهود كبير، وبقول كمان لوزاره الداخليه الحقيقه مبروك كبير قوي، مبروك قوي لانكم بذلتوا مجهود كبير جدا عشان تقدروا تعدوا الموسم ده على خير.